اللي هو مروح لحمد بن غانم بن علي بن حمود الظاهري مع المركز الثالث. هكذا كانت النتيجة. تهانينا والناموس لجميع الفائزين في جميع هذه الأشواط. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام، أحييكم ورحب بحضراتكم في هذه الأمسية التراثية، أمسية مميزة هنا في مهرجان المرموم للختامي هنا لهذه الانطلاقات والتحديات المثيرة والانطلاقات المميزة المزينة دائما، هذه الانطلاقات في تحفة الميادين. نرحب بكل الحاضرين، نرحب بكافة الشعارات القادمة من كل حدب وصوب. اليوم يوم الإذاعة، يوم الامتاع، حيث انطلقنا مع هذه الانطلاقة شوطنا الثامن المخصص للجعدان لفئة المهجنات الأصايل، مباشرة إلى المقدمة إلى الصدارة مع المركز الأول، حيث بدأ الاندفاع هناك مع ثاير حمدان بن محمد بن راشد بن غدير الاكتبي يتقدم هذا الشعار الكبير، الشعار المميز الذي قد صار وجال في عالم سباقات الهجن، يتقدم شعار مرغم. هناك المركز الثاني من الجانب الآخر، الوصول والتقدم. هناك أيضا من القيادي راشد بن سعيد بن منانة الاكتبي، الله الله يا المتحدي. بينما المركز الثالث، المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام، وصل هناك الفايز عبد الله بن سعيد بن محمد المري، احتل المركز الثالث. الدور دور المركز الرابع القادم والمتقدم في هذا المسار الواصل مشاهدينا. هناك من الراوي يمعى بن سعيد بن علي الزرعي، هنا يقدم لنا انطلاقة الراوي في هذا المسار وفي هذا التحدي الجميل والمميز، أهالي السلطنة. بينما أخذ المركز الخامس مشاهدينا متابعينا الكرام، اللي وصل واللي تقدم هنا، هذا هو مجد. واليوم يوم الامجاد القادم، مجد تعود ملكيته صالح بن بخيت بن طاسة العامري. بينما المركز السادس الواصل والمتقدم من الشبابي أحمد بن راشد بن عبد المنصوري. المركز السابع، الله يا سراب، بدا يتسرب سيب بن مطر بن عبد الله المسافري. المركز الثامن القادم مشاهدينا متابعينا الكرام، هذا هو كحيلان محمد بن احمد بالخزع بالهركية العامري. وصلوا اهالي القطاع الجنوبي، وصلوا اهالي الانتاج الفاخر. بينما المركز التاسع القادم مشاهدينا متابعينا الكرام، بين شاهين، وصل شاهين سيب بن سالم الاكتبي. والمركز العاشر ختام النداء هنا في هذا الانطلاق وفي هذا المسور، الله ياهو شوط، ياهو زحفة، ياهي شعارات، ياهي تحديات، ياهي انطلاقات. أعود إلى شعار بن منانة، أعود إلى شعار المتحدي، يتقدم على البداية الأولى، يتقدم على صدارة هذا الشوط، ويقدم لنا شعاره، يقدم لنا هذا المسار الجميل، ويقدم لنا هذا الانتاج على البداية الأولى. القيادي، القيادي، الله يا القيادي، راشد بن سعيد بن منانة يتقدم في هذا المسار، حيث قدم لنا ولكم القيادي وهو متمسك بقيادة هذا الشوط. المركز الثاني القادم والمتقدم هنا ثاير حمدان بن محمد بن راشد بن غدير الاكتبي، ياتي هنا. هناك ايضا في هذا المسار متقدما على المركز الثاني، ولكن اشوف الاسماء، اشوف الشعارات بدات بالتقدم في هذا المسار. هذا هو اشقر صالح بن محمد بن صالح بالزقيبه، هنا ياتي في هذا الانطلاق. ولكن الله
هي الشبابية، وصل الشبابية، وصل هذا السلالة الجميلة هنا، سلالة أسد الميادين يتقدم هنا في هذا الانطلاق، حيث يقدم لنا الشبابي حميد بن راشد بالعبد المنصوري، ولكن أشوف شعار بن نصرة وشعوف وشعار بن عيف يتدخل من الجانب الآخر، هناك أيضا يقدم لنا صايب صايب صايب، والله الله 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 على هذا العرض الجميل، يا سلام يا سلام يا سلام، الله على هذه الاندفاع، الاندفاع المرغوب، الاندفاع المطلوب، المطلوب يا عشاق الهجن، يا محبين الهجن، يا متابعين هذه الرياضة، هذا هو أيضا يتقدم الشبابي، يتقدم الشبابي منصور بن سيف بن سالمين يقدم لنا الشبابي واندفاعة الشبابي، ذكرني بأسد الميادين، اندفاعة الشبابية في هذا الميدان، الله يا هذا الرقص، الله يا هذا التحدي، راح بحاله ولكن الجماعة قادمين، ياهو غزو ياهو غزو، أهل الطلايب لاحقين ولهم ثار في كافة انطلاقاتنا وتحدياتنا المثيرة، الكيلو والميتين، الكيلو والميتين، ألف وميتين، منصة المرموم بانت، منصة المرموم بانت، يا بن سالمين يا راعي الشبابية، يا راعي الشبابية، روح واللي فيها فيها هنا في هذا الانطلاق وفي هذا المسار الجميل والانطلاق المميز من القادم راعي مصيحة، هنا في هذا المسار، هذا هو بحر مصبح بن علي بن عبد الله المسافري ياتي هنا في هذا المسار المركز الثاني، يا سلام، الكيلومتر الاخير، الكيلومتر الاخير هنا في هذا المسام، فياه غزو، ياه انطلاقات، ياه شعارات، ياه شوط في هذا المسار، القادم صايب، ولكن الواصل الشبابي سعيد بن سالم بن حمد العويسي، العويسي أهالي السلطنة يقدمون لنا الشبابية، يقدمون لنا الشبابية، ولكن بحر، بحر الخطير، بحر الخطير، عند المسافري سافر، عند المسافري راح، المسافري راح، المسافري، يا سلام يا بحر، هذا هو بحر والركض بحر، خذوا هناك أيضا من هذا أيضا الركض المطلوب على البداية الأولى على صدارة هذا الشوط، والسلامات وين في هذا المسار الجميل، سلام عيناوي، سلام إلى هناك أيضا، هناك أيضا على البداية الأولى، هذا هو بحر، هذا هو بحر، تابع وشوف هذا العرض، تابع وشوف هذا العرض المطلوب دائما في عالم سباقات الهجن، تندفع من شوط من كيلو ونص، الله تهانينا وسلام لأهالي العين، سلام عيناوي، سلام المركز الثاني الواصل والمتقدم الشبابي سعيد بن سالم بن حمد على عويسي، والمركز الثالث وصل وتقدم مشاهدينا متابعينا الكرام التبر بخيت بن سالم بلوتي العامري، بينما المركز الرابع وصل وتقدم متعب مبارك بن يمعب بن مغيرة الخيلي، والمركز الخامس هذا هو متعب راشد بن سيف بن عويضة الهاجري. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام توقيتنا الزمني 8:59، 5 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لراعي بحر مصبح بن علي بن عبد الله المسافري على هذا الفوز الجميل، توقيت المركز الثاني بتوقيت زمني 9:02 جزئين من الثانية، اللي حامل رقم مع المركز الثاني حامل رقم 33 اللي هو هناك أيضا الشبابي سعيد بن سالم بن حمد
على العويسي. نعم بالفعل قدم عرض جميل ومميز هنا ايضا 9 دقائق ثانيتين 3 اجزاء من الثانيه. كان هناك ايضا من نصيب مشاهدينا متابعين الكرام التبر بخيت بن سالم بن محمد باللوتيه العامري. تهانينا والناموس لكافه الفائزين والسلامات الى اهالي اللبسه. هناك ايضا مع المسافري الذي قدم لنا بحر في هناك ايضا العرض المطلوب والمميز دائما هنا في هذا المهرجان الغالي. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين.